السلام عليكم. اليوم يوم التقييم. اليوم يوم التقييم بعد أربع تقريبا أو خمس حلقات في كثير شاركوا معنا. في ناس دخلوا جوا البار وفي ناس شاركوا بالفعاليات والفقرات وبرضو المهارات اللي قدمناها في القهوة في التذوق وفي التقطير بالأداتين ومشروب الأسبريسو واليوم الكابتشينو. لكن في نهاية تدريب اليوم راح نعلن إن شاء الله 500 نقطة، ثلاث متسابقين كل واحد منهم بيحصل على 100 نقطة، وأربع متسابقين كل واحد بيحصل على 50 نقطة. أنا أعتذر مقدمة يا شباب، لكن اللي تفاعل معنا من أول يوم دخل جوا شارك أخذ مهارة ساعد زملائه يبي ياخذ 100. الخمسين اللي حاول يشارك لكن في بعض الأيام ما كان معنا أو كان برا البار أو ما كان قريب بالتدريب نعتذر منه، واللي ما أخذ ولا نقطة ترى باقي شهر إن شاء الله. نبدأ تدريب اليوم. مشروب الكابتشينو هذا مشروب أشهر مشروبات عائلة الإسبريسو على مستوى العالم. القهوة في قهوة مختصة وفي قهوة تجارية. القهوة المختصة اهتموا فيها من الزراعة حتى شيء يسمونه المعالجة، ينظفونها أو يجففونها تحت الشمس حتى توصل إلى الحماص ويحمصها وتكون بسلالات معروفة، يعني أنواع معروفة. القهوة التجارية يكون فيها الاهتمام أقل، سواء في الزراعة أو حتى في التغليف أو حتى بالخلط بين سلالات القهوة. ومع ذلك الكابتشينو معروف هنا ومعروف هنا، علشان كذا بدينا فيه كأول مشروب من مشروبات عائلة الإسبريسو. وشيء ثاني، الكابتشينو هو أسهل مشروب يتحضر من كل مشروبات عائلة الإسبريسو. أسامة عطني بريق التبخير. طيب كوب لو سمحت. هذا 8 أونص ولا في أصغر منه؟ طيب عطني الثانية. طيب راح نشوف أحجام الأكواب. عندنا تقريبا ثلاث أنواع أو ثلاث أحجام من أكواب القهوة. أنا أتكلم على مشروبات عائلة الإسبريسو. عندنا الثلاثة أونص الصغير مرة هذا المشروب الإسبريسو، وعندنا تقريبا من خمسة إلى ستة أونص. الأونص الواحد تقريبا من 28 إلى 30 جرام. هذا مشروب الكابتشينو، ومشروب اسمه الفلات وايت. هذا مشروب اللاتيه. نشوف الفرق بين الحجم بينهم. طبعا كل ما كانت القهوة أكثر والحليب أقل يكون طعمها أوضح. اللاتيه هو أقل المشروبات في ظهور طعم القهوة. بعده الكابتشينو والفلات وايت، وبرضو الكورتادو حجمه أصغر من هذا. اليوم راح نحضر بالكوب هذا. طيب يختلف مشروب الكابتشينو عن جميع مشروبات الإسبريسو شيء واحد فقط اللي يميزه. طبعا هذا اللي خلاه سهل التحضير، لأن القهوة أو عفوا مشروب الكابتشينو نحط له الحليب تحت المكان هذا بحسب الكمية. طبعا يكون فيه تقريبا 150 ملي حليب نحطها هنا، بعدين نبخرها بطريقة قوية يطلع الفوم أو الرغوة بشكل كبير. وهو المشروب الوحيد اللي ما فيه رسم على القهوة. ليش؟ لأن كمية الفوم أو كمية الرغوة تكون كثيفة، فما راح يسمح لك بالرسم. وش بنسوي؟ نحضر شوت الإسبريسو هنا زي ما تشوفون إن شاء الله بعد شوي، بعدين ننزل الحليب بالكامل. تكون فيه الحلاوة أقل، حلاوة اللاكتوز بسبب أنه
تم تبخيره بدرجة حرارة أعلى ومدة أطول. الكلام طويل أنا آسف، نروح البار. طيب نبي ثلاثة من الشباب. عندنا مسفر سعود، يلا الحين بنحضر الكابتشينو من الشباب كلهم. ندخل شوية جوه البار. أمس خلصنا من شوت الإسبريسو، لأن كل المشروبات تتحضر بالشوت هذا، فالمفترض أنكم عارفينها الحين. أسامة شازون ساعدوهم على شوت الإسبريسو. سعود خليك جاهز، خليك مع شازون أو أسامة. بسرعة مطلوبة. معك الدولة. معروف مثل ما يحتاج، معروف ما يعرف. طيب الحين جالسين يجهزون شت الاسبريسو، علشان لما تجهز شت الاسبريسو حتى ما يبرد الحليب يكون التبخير بعد تحضير شت القهوة. طيب يبدأ الحين محمد وبعدها سعود وبعدها مسفر. طيب أبخر اللون. طيب ودنا أسامة بس يوريكم كيف طريقة التبخير في البداية، بعدين تبخرون أنتم. خلوا ويس أسامة. طيب شازون جهز لي واحد حليب، انا بس بقرب الكاميرا. جهز حليب بس بدون تبخير، بوريكم كميه الحليب. زي ما تشوفون الباريستا الحين قاعد يوزن الحليب، مع الوقت انت مع احترافيتك تبدا توزن بعينك، لكن في البدايه يكون معك ميزان يساعدك. كم الوزن؟ طيب تقريبا 150، بس خلينا نقرب من الكاميرا شوي. هذه كمية الحليب. طبطبه او شيء. اوكي هنا اوضح. هزه. طيب هذه كمية الحليب تقريبا واصلة تحت المكان هذا. هذا قبل التبخير. لازم يكون الحليب بارد. لو بخرت الحليب درجة حرارة الغرفة التبخير بيكون معك مو مضبوط، فلازم تكون من الثلاجة طلعه وتبخره مباشرة. طيب الحين أسامة باريستا أسامة يبي يبخر. طيب واضح التبخير ولا نوسع؟ طيب ممكن شاب محمد وسعود بس عشان بس الكاميرا تاخذ شكل التبخير. يلا شازون كابتشينو، بخر كابتشينو. شباب سعود محمد تراكم تبخروا مره ثانيه، معليش هذا ويست، هذا متخلص منه بس علشان نسمع صوت التبخير مستمر اكثر شيء، لان الكابتشينو سهل تبخيره فيعطينا فوم عالي. اللاتيه والكرتاد والفلات وايت لا، لازم يكون فيه رغوة أقل. طيب جيب شازون. لو نلاحظ هنا الحليب الحين مبخر، الرغوة فوق والحليب تحت، فالباريستا يسوي الحركة هذه بنفس البريق هذا حتى يخترط الفوم أو الرغوة مع الحليب ويصبها على القهوة. طيب فيه كوب جاهز أسامة. أسامة ممكن تعطيني كوب واحد، سوي الشوت الثاني. عطني يا سعود، عطني يا طيب واضح كذا؟ واضح. طيب اوكي نميل الكوب بالطريقة هذه علشان الحليب ينزل تحت. بالطريقة هذه نرفع بريق التبخير وننزل الحليب بالطريقة هذه. علشان الكابتشينو المفترض الحين وقت الرسم، أقرب بريق التبخير بس عشان الكابتشينو أبنزله بالطريقة هذه. وهنا مشروب الكابتشينو ويدي الحين حارة مرة. تعال يا شازون واحد يقدم. شباب شكرا. طيب الحين خلاص المشاهدين شافوا القهوة، بس الحين خلوا الشباب أسامة تابع معهم بالتبخير. السلام عليكم. إيه خلاص. لا فرصة. شو؟ لا والله ما أعرف. هنا. لا تنشرب. آه اللي تحت. لازم أطلع عن اللايف. أوكي. طيب أوكي. والله الا حلوه بس يبغى لها سكر. ما شوف نحط اصبعي والله ما هي بشكلها صعبه. الله يقلك.
طيب في شيء بذكركم فيه على بال ما يجهزون شباب الكابتشينو. انت في البيت خلوني اذكركم بمصطلح او كلمه راح تسمعونها كثير برا طبعا الحلقه، اللي هي الهوم باريستا او المستخدم المنزلي اللي عنده ماكينه، عنده ابريق التبخير وعنده القهوه يحب يحضرها في البيت. في ناس تحب تحضر قهوتها كذا، ما اتكلم انه بيقلل التكاليف عليه، هذا شيء ثاني، اتكلم يحب يحضر قهوته قبل ما يطلع الدوام وللجامعه وغيره. يسمونه الهوم باريستا او المستخدم المنزلي. فهذه بعض المهارات اللي تساعدك انه تخلي قهوتك كويسه. في ناس يحط ميزان الحراره عشان توصل درجه الحليب الى تقريبا 70 او 75 درجه. في طريقه سهله مره، تمسك الكوب، اذا انت يدك اليمين تستخدمها كثير تمسكها باليد اليمين، او اذا انت باليد اليسار بالطريقه هذه. انا استخدم اليد اليمين، فلما انزل انبوب التبخير وبخر متى اعرف ان الحليب جاهز؟ حط يدي هنا وشيلها، التبخير ماشي حط يدي وشيلها. اذا صار درجه الحليب وحراره الحليب مزعجه ما اقدر اثبت يدي هنا، هنا وصلنا الى درجه من 70 الى 75 درجه ونشيلها، يكون التبخير جاهز. خلصوا الشباب؟ طيب محمد أسامة بدون أرت، بدون أرت. طيب محمد سام تسلم، أول الشباب اللي شاركونا هذا هو الكابتشينو. لو تلاحظون شزون فيها ملعقة أو أي شيء. لأن رغوته عالية مرة، صعب الرسم فيه. صعب الرسم فيه بس أنا تحديت الصعوبة ورسمت. الله أكبر، الله الله الله. ما في؟ طيب إيه هذا هذا. طيب علشان جايك، لا لا خليك خليك هناك. طيب علشان نعرف إنك كابتشينو أو لا، هذه رغوة، يعني عشان ما تشوفون القهوة هنا رغوة تقريبا، بعدين تحتها الحليب والقهوة. علشان أعرف إن التبخير كويس، أول شيء من شكل سطح القهوة يكون في رغوة عالية، ما إذا حركت الكوب كذا تشوف الرغوة تتحرك ما يطلع الحليب. تحاول ترفع 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 ما تطلع القهوة أبدا ولا الحليب، الرغوة تشوفونها بكمية كبيرة. واضحة؟ ممتاز عليك محمد، مشروب ناجح. الله يسعدك. ها؟ بدون رسم، بدون رسم، كب الحليب والله. محمد اشرب كوبك، أول كوب لك. سم. الله يسعدك. طيب، معلش يا محمد. لا وش دعوة. طيب، نشوف كوب سعود. عشان نعرف الرغوة صحيحة ولا لا، هو كابتشينو أو فلات وايت أو لاتيه، نحرك. رغوة محمد أكثر من رغوة سعود، ولكن رغوة صحيحة. أنا أحاول أطلع القهوة، أحاول أطلع الحليب ما يطلع معاي، معناه أن الرغوة كثيرة وأن المشروب صحيح. ممتاز يا سعود. يا طعم الله. كثرت قهوة؟ أنا؟ لا، على الكمية اللي محطوطة القهوة. طيب. ما في رسم، ما في تخبيز، في هب. بالعكس، بس رغوة محمد أكثر من سعود، بس إنها كلها صحيحة. يلا اللي بعده. وش الصح يعني؟ كلها صحيحة، لكن رغوتك أكثر شوي، عادي على حسب الرغبة. طيب، مسفر. يلا يا مسفر. يلا يا مسفر. مسفر الحين بيخلص. قاعد الحين. خلي شوفه. يلا يا مسفر. تميل الكوب وتنزل على راحتك، ما في رسم ولا شيء. دقها في الأرض شوي. لا لا الحليب عشان تصير مهاري، فهمت؟ يا شغلة ولا شغلك هذا؟ طبعا عشان كابتشينو ما نسوي اي شيء، بس ننزل القهوه، عفوا ننزل الحليب على القهوه مع الرغوه. طيب على اخر شيء مسفر الى اخر الكوب. بيساعدك الكوب هذا، ليش نختار حجم كوب معين؟ علشان يرتاح الباريستا، يصب كل الحليب، اذا وصل نهايته هذا هو مقاس المشروب. بعد راح بعد زياده شوي. ودي ارسم. لا 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 الرسم ان شاء الله لاحقين عليه، هذا كابتشينو لاحقين. طيب نشوف رغوه مسفر. واو يا قلب. الله يا سلام يا سلام. وش ذا القلب يا مسفر؟ هذا قلب عليه ظروف. طيب هذه قهوه مسفر.
ملا الكوب الى راسه فبتحرك شوي شوي علشان يكون واضح. طيب. شوي انا متعمد عشان تكون واضحه الكاميرا والراس. طيب هذا كوب مسفر نشوفه. لو تلاحظون اول ما حركت الرغوه طلعت طلع الحليب، شوفوه معناه المسفر يحتاج انه يبخر زياده، فهنا الحليب طلع. الرغوه هذه نفس رغوه اللاتيه ونفس رغوه الفلات وايت. طيب بعد ما نخلص من الشباب ترجع تسوي كوب ثاني. بس مسفر دق الكوب طعمه كويس لكن رغوه بعد ما تذوقه صحتين. قصدك التبخير زياده شوي، بخر زياده بعد ما تخلص، لان ما استخدمنا احنا التبخير كان عشان ما الحليب لازم تزيده. بعد ما تشرب جرب كوب. محمد محمد كوبك خلص؟ والله محمد وين كوبك خلص؟ خلص كوبك؟ هذا. طيب جربه أشرب. جربه مع خل مسفر يجربه عشان يعرف الفرق بينه. ها هذا حط سكر. والله اللي يحب السكر يحط سكرات. كان شوي التبخير خفيف شوي. هذا هو الفلات وايت. هذا كنا لاتيه يعني تقريبا. ايوه لاتيه او فلات وايت. طيب من بعده اسامه في حد يشارك؟ يلا يلا يعطون واحد بسرعه. يلا هلا عايض، اخبارك طيب؟ ايش عن صحتك؟ يلا يلا عايض، يلا انا متحمس العايض صراحه. العايض من الناس اللي كل يوم قاعد يتطور، يجي ويتحدى ويتطور كل يوم. سامع انا اخاك كل يوم انا عندك المفروض اني صديقك، المفروض اني اول واحد الحين ان شاء الله. ابشر ان شاء الله. ابشر نادر وين معجب؟ عليك السلام. كان هنا ومشى. بس انه كويس الطعم، الطعم ممتاز الطعم. شنو فلات وايت؟ اجيك طال عمرك. يلا نادر تفضل، عندنا ثلاثة الحين بعدهم مباشرة انتم. طيب وينك يا معجب؟ اعطنيها اعطنيها. مسلم انا خلاص اطلع. اي خلاص احمد ما قصرت. طيب انا ان شاء الله من الكاسبين في النقاط وخلاص اطلع. والله يا مسفر بعد شوي بعد بعيد ابعد. لا 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 انا ما عندي تقييم على صح ولا خطا، التقييم عليك تفعل معنا. حاسني بعيد معد مره ثانيه. ابشر ابشر. طيب صالح وين معجب؟ يلا يا شباب معجب اللي ما شارك يا شباب يشارك. وين معجب؟ لازم نسوي كوب قهوه اليوم. طيب ننتظر الشباب يخلصون علشان نشوف مشروباتهم. انا ومشعل وشوف واحد منهم. طيب معلومه سريعه عن الحليب. الحليب وقت التبخير يصير فيه حاجتين. اول شيء طبعا انبوب التبخير حديده يطلع منها بخار، البخار هذا يرفع الحراره، حراره الحليب، ويكون رغوه. يعني يرفع الحراره ويكون زي الرغوه. الرغوه هذه عباره عن هواء يدخل بالحليب فيتكسر الحليب ويصير فيه طعم حلو، حلو طبيعي طبعا اللي هو حلاوه اللاكتوز. اذا زادت درجه حراره التبخير عن 75 يبدا الحليب يصير طعمه مر تماما. بعض الناس يستخدم الحراره الزايده هذه مع مشروب الهوت شوكليت. الهوت شوكليت نفس الكابتشينو بس انه اقصد بالتبخير بس انه بدون قهوه، يكون فيه شوكولاته، يكون فيه حليب يتبخر نفس طريقه الكابتشينو بدون اي قهوه. في بعضهم يرفع الحراره علشان يكون طعمه احلى، علشان حلاوه الحليب زايده على حلاوه الشوكولاته ما تناسب فيرفع الحراره. فكل ما رفعت الحراره مشروبك ما راح يكون كويس اذا انت ما تضيف اي محليات سكر او غيره. جاهزين شباب؟ يلا تسلم عبد الرحمن صح؟ طيب نشوف عبد الرحمن. محمد ايش تبي بس؟ ابي شو اسمه الملعقه. طيب الملعقه اللي عندك. طيب معليش. الله يعطيك العافيه. شوف اوكي اوكي فكها. طيب تسلم. هذا كوب عبد الرحمن، تعال يا عبد الرحمن نبي نجرب القهوه احنا وياك سوا. الحراره كويسه، تفضل هنا. الحراره كويسه، الكميه كويسه لان على حجم الكوب. نجرب الرغوه. احسن رغوه حتى الحين رغوه عبد الرحمن ومحمد. شوف الرغوه، كاميرا واضحه، شوف الرغوه كميتها. طيب الحين بس نتاكد من الحراره. سلم يدك عبد الرحمن. سلم نقول حبيبي. شباب اللي بيشوف الرغوه شوف رغوه عبد الرحمن. أشوف. هنا عايض ايش الرغوه كبير. هذا كوب عايض، حراره ممتازه مره واضح لان الكابتشينو اساسا ترتفع حرارته اكثر. نجرب الرغوه. ممتاز، رغوه عايض زي رغوه سعود. مشروب صح، تحضيره صح، ورغوته اقل من عبد الرحمن ومحمد.
سلم يدك يا عير، تفضل. كيف؟ ممتاز جدا. طيب يلا من عندنا الحين من بيدخل من الشباب؟ طيب اعلان الدرجات بعد شوي ان شاء الله. في ثلاث متسابقين حصل كل واحد منهم على 100 درجة، وفي أربع متسابقين كل واحد حصل على 50 درجة أو نقطة، نعلنها بعد شوي إن شاء الله. علشان كذا قاعد نادي معجب، يمكن ما عنده شيء بس ودنا نشوف. ها صالح جاء معجب؟ طيب خلاص، كيف خليك. طيب صدق؟ طيب صالح حضرت أنت؟ طيب ممتاز. أنا ما حضرت يا شيخ. انا ما حضرت تزبط. اي تفضل كم باقي على الباب؟ طيب نشوف. يا سلام، واضح من الرغوه انها كويسه مره. اوكي تفضل. طيب الرغوه ممتازه زي سعود وزي عاير، لكنها اقل من محمد. نسيت بعد من الثاني. تسلم يدك، ممتاز، تحضير صحيح، تفضل. سلامات يا معجب. سلامات. الله باطني شو لعب فيني. خلينا نشوف الناس شو يقولون. شو تقيم عليه ولا كيف؟ معجب اسمعك، اول يوم جيت فيه الاستديو هنا أيوة. قالوا في واحد ما ينام الا باربع خمس ست اكواب قهوه. قلت وينه؟ ست. قال في واحد اسمه معجب. قلت نادوه. جاني معجب. رايح وجايب قهوة ومحضرها للشباب، يقول انكم خربتوا سوقنا شوي، لكن ما يخالف، اخذ قهوتنا وحضرها للشباب. صراحة معجب كان متفاعل معنا من أول يوم في أيام القهوة، من التذوق حتى الكابتشينو. بطني ثلاث أيام كلها قهوة. فاليوم التقييم لا تصير واثق. ما ندري يا معجب. انا تعبان وي باذق، راح تسمح لي؟ راح انزل. سلامات. والله تعبان بطني. ما تشوف شرطه تجلس عشان الاعلان دقيقتين ونعلن انت. ان شاء الله. بس ما اقدر اشرب قهوه. طيب واستحي يا عاير. طيب انا دقيقتين ان شاء الله ونعلن التقييم. نشوف ان شاء الله. طيب اسامه. طيب اسامه خلاص قيم الشباب، انا بعلن النتائج. النتائج دقيقه بلا ما حتى اللي يحضرون. والله ما تقصرون، في ناس جايين من اول يوم، ترى باقي اربع اسابيع ان شاء الله تقريبا علشان التقييم. طيب والله في ثلاثه مركز اول واربع مركز ثاني، احنا قسمنا 500 نقطه على سبع اشخاص بحسب مشاركتهم معنا من اول يوم. طيب اسامه في احد قاعد يحضر؟ اللي ما يحضر يجيني هنا. استريح. الله يحييك يا سعود. ما ندري يمكن ما طلع. اللي خلص استريح حمد، استريح هنا. تفضلوا شباب. خليك يا صالح، خلي صالح ونادر اذا ما حضرتوا خليكم هناك، الباقيين احمد والشباب يجون. طيب. في ثلاث اشخاص شاركونا من البدايه. يسال عن المعلومه، يحاول يعدل الكوب حقه، يحاول يسال عن انواع القهاوي، عن طريقة التحضير، وش الاختلاف بين الكوب هذا والكوب هذا، وبرضه يخش جوا البار ويحضر معنا القهوة ويستمع قبل بداية التحضير. هم ثلاثة أشخاص، يعني الشباب ما قصروا كلهم، ويمكن بعض الشباب شارك بدورة السيارات، لكن اللي جونا هنا واللي حنا شفناهم وشاركوا معنا ثلاثة. طيب أول المتسابقين اللي حصل على 100 نقطة، طبعا احنا عندنا 500 نقطة جتنا من البرنامج او من الاستديو، راح نوزعها على اللي نشوفه كويس بالنسبة لمشاركات الشباب. طيب اول متسابق حصل على 100 نقطة، ما ادري هو موجود هنا ولا هنا، وروني وجيهكم يا شباب. اول متسابق حصل على 100 نقطة في دورة القهوة، باقي نقاط إن شاء الله الأسابيع الجاية. صالح. صالح. صالح جلس يساعد زملائه، يحاول يخليهم يفهمون معه، يشارك المعلومات اللي عنده من قبل يشارك فيها،
يتأكد من اللي صح منها واللي خطأ، وكان يدخل جوا البار دائما بدون تردد، وكان يشاركنا كوبه الحلو. ثاني واحد من الشباب اللي حصلوا على 100 نقطة مسفر من هناك يرفع راسه، خليك مسفر تعال. طيب ثاني واحد من الشباب سعود الحوشان، ساهل سعود. سعود كان حاضر معنا، قال ما ابي اي نقاط يا عبد الرحمن، انا جاي بافهم واتعلم سواء اعطيتني نقاط او لا، والصراحه شاركته مره كويس. اخر واحد من الشباب اللي شاركونا داخل دوره القهوه، دائما زعلان ودائما منافسينا كثير، ولا يرمى الا الشجر المثمر يا سعود. انا قلت سعود ما قلت معجب. المتسابق الثالث اللي حصل على 100 نقطه معجب، استاهل معجب. باقي أربعة من الشباب كل واحد حصل على 50 نقطة. أول واحد من الشباب اللي حصل على 50 نقطة مسفر، استاهل مسفر. الثاني الصراحة وأتوقع أنه بعد بيزيد الفترة الجاية، عجبني حماسه، كل شوي قاعد يزيد، مو بقاعد يتنافس كذا بس مع نفسه، يتنافس مع الجميع، يحاول يبرز القهوة وطريقتها. شكرا يا عايض، استاهل عايض. في واحد معلوماته كثيرة يمكن يفتح كافي، يقول انه شاعر وجاي معنا من اول يوم وعنده ولاء للقهوة بكل الايام اللي راحت. تستاهل يا علي. الله اخر واحد الصراحة انه ما يهمه الخطأ، كل شوي يعيد ويحضر الكوب مرة ثانية ويسألني 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 لين وصل كوبا إلى كوب مرة كويس أيام التقطير. ما أدري هو موجود ولا لا، الظاهر مو موجود. محمد المفرح وينه؟ وينه؟ جوا سلامات. أوكي طيب طيب يقولون محمد بن مفرح موجود، لازم نعطي نقاط لشخص ثاني موجود. طيب والله والله في اثنين صراحة، في محمد وفي نادر. نادر جاء متأخر صراحة بس إنه ما شاء الله عليه. طيب والله تستاهلون كل واحد 25 نقطة، وشكرا يا شباب. يا معجب وين الحين معك 100 وتاخذ زيادة، ما قصرتوا شباب. إن شاء الله الأيام الجاية لازم تشاركونا عشان تاخذون نقاط أكثر ونفهم القهوة سوا. أتمنى إن شاء الله أن قدمنا لكم اليوم شيء كويس عن القهوة وعن مشروب الكابتشينو اللي هو يناسب أكثر الناس، المشروب اللي تحبه عشاق القهوة، مشروب الحار، المشروب اللي رغوته كبيرة، المشروب اللي ممكن يتحول إلى موكا، بس ما قلناها، تحط عليه شوي شوكولاتة يكون مشروب ثاني. هذه معلومات بسيطة، والشباب ما قصروا معنا اليوم بالتحضير. أتمنى قدم لكم شيء كويس، ونشوفكم إن شاء الله المرة الجاية مع مشروب أخو الكابتشينو، مشروب الفلات وايت. الله يحييك يا نادري، أهلا وسهلا. حق مسفر الصغير. مسفر. يمدينا نقيم كوب؟ في كوبين باقي، آخر كوب. طيب. كوب محمد جابر وكوب مسفر. أوكي. طيب. من دون ما أحرك الأكواب هذه واضح أنها تبخيرها صح، شوف الرغوة تتحرك بدون ما يظهر الحليب تحت. تسلم يديكم يا شباب. الله سم تفضل. طيب الكاميرا يقول لازم توضح لها شوي. لاحظ لو نحرك المشروبات كذا الرغوة مرة مرتفعة، هذا هو مشروب الكابتشينو اللي ميز الرغوة اللي فيه. واضح؟ طيب. الله يحييك، تفضل يا شباب، بالعافية عليكم. تسلم يديك. الحين شباب اللي بيشاركنا يتفضل يدخل جوا البار، حضر في 60، حضر كيميكس، حضر كابتشينو، حضر اللي تبي، البار تحت تصرفكم يا شباب. حياك الله يا نادر، وان شاء الله الاسبوع الجاي مع مشروب الفلات وايت، بالنسبه لي هو احسن مشروب كذائق لي انا، نحضره احنا وياكم ان شاء الله. نشوفكم على خير.
نجيب لك كرك. أنا أشوف الكرك. بشوف الكرك. الله يخليك. والله صحيح. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساكم بكل خير وسرور وسعاده، وويكند ممتع ان شاء الله للجميع، مليء بالسعاده والرضا والعافيه يا رب. طبعا اليوم جينا بحاجه جميله ومهمه جدا وسهله وخفيفه للمتسابقين ولكم ان شاء الله يا المشاهدين الكرام، ونطلع ان شاء الله بفائده جميله باذن الله. وطبعا فوق على ذلك يوم التقييم، يوم التقييم نرجع بنشرح وش اللي خذناه في الايام اللي راحت، وش اللي سويناه معكم انتم ومع المشاهدين، تمام، وش الاهميه اللي سويناه كله، وباذن الله نعطي كل واحد حقه باذن الله. طبعا اليوم جينا اللي هو بلف الحراره، مهم جدا وش وظيفه بلف الحراره في نظام التبريد كامل. طبعا هذا القطعه، الشخص الجميل هذا اللي في السياره، من احد مهمات القطع في نظام التبريد، هو العنصر الاساسي في نظام التبريد، هو اللي يفتح وفي نفس الوقت هو اللي يسكر، متى دخول المويه البارده للمكينه ومتى يخرج المويه حاره للرديتر اللي يتم عمليه دوران التبريد المويه في نظام المحرك السياره. بنفك القطعه الحين، على ما نفكها بنسال كل واحد منكم وش اللي اخذناه في ايام اللي راحت، تمام حبيبي، فك لي البلف الحراره. نمشي بالدور، تمام. طبعا انت يا معجب قم، انت على الوقف هنا يا حبيبي، تعال. عليكم السلام ورحمه الله، وقفوا هنا، وقفوا هنا، الله يهينكم يا جماعه الخير، عشان على ما قال نعطي كل واحد حقه ونشوف هل 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 انتم استفدتوا ولا لا، هل اني انا طلعت من الفقره في الايام اللي راحت وصلت المعلومه ولا لا، تمام. طيب نبدا فيك. اول يوم اخذنا الفحمه، اول يوم اول ما بدت الفقره عندنا، اي كان عندنا الفحمه، لا قبلها، اي قبلها ما اخذنا، قبل الفحمات خذينا حاجه وتكلمنا فيها، قبل اخذنا البواجي، اي نعم اخذنا البواجي. وش تكلمنا في البواجي؟ تغيير البوجي، والكويل، سلك الكويل طلعناه، طبعا فكينا البوجي وقلنا متى نغيره، متى نغيره ومتى العمر الافتراضي حقه، وحدد احد اسبابه. طيب وش العمر الافتراضي للبوجي؟ قلنا على 60,000. على 60,000، اي تمام. طبعا اكيد اكيد ها، لا لا اشوف ما شاء الله تبارك الله، والله شوف عشان الحق ينقال، الحق ينقال، والله كلكم كنتوا معي، تمام، وكلكم كنتوا يعني مجاوبين، وكلكم اشتغلتوا، وكلكم يعني مره وفيتوا وكفيتوا، الله يطول عمرك ان شاء الله باذن الله. الموضوع ها الحين سمونا الله، الله انت يعني الحين عرفت وش اللي وش اللي كم يستاهل عبد المحسن؟ يعني ها طيب، كم يستاهل عبد المحسن؟ هاي الربع، ها كم يستاهل؟ خلاص بنعطيك 50 يا عبد المحسن، بيض الله وجهك 50. طبعا يوم الثاني، يوم الثاني وش خذ، وش تكلمنا في الفحمات يا حبيبي؟ الموضوع حكينا، اي وتكلمنا عن اللي هي ما اعرف اسمها ذيك اللي فكيناها مع الفحمات، الكليبر، اللي هو الكليبر، وان الفحمات اللي هي شو اسمه الهوب السيراميك يختلف عن الهوب العادي، اي متى تغيره، وتكلمنا غير الفك برضو، قلت ان هذه شو اسمها اللي هي الحديده اللي تمسك، الحديده الكلبيه اللي تمسك، اللي تمسك الفحمه، اي طيب. وش 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 العمر الافتراضي للفحمه؟ وش كأنا كقائد مركبه وش اللي ترتب علي؟ لازم اشوف انا تدري متى اقول لك العمر الافتراضي؟ متى ما سمعت صوت كذا. هذه 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 برضو احد 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 اسباب تندريه نظام الفرامل، اي هذه وش بعد وش اسمه
بس تعلمنا كيف نفكها ونركبها زين، هذا اللي اقولك يعني افك الكفر. كم يستاهل اخوي؟ كم يستاهل؟ يستاهل 50. يلا اعطوه 50. يلا يستاهل. الله محييك انت يا حبيبنا. وش اللي وش اللي تكلمنا برضو مع نظام الفرامل؟ وش تكلمنا عنه؟ وش قلنا؟ وش فكينا؟ وش خلنا؟ وش خلينا؟ ما خلينا شيء نتوقع، كل شيء تكلمنا فيه. اي شيء يتعلق بنظام السياره الصيانه الدوريه. هذا مويه الريديتر طال عمرك، هذا مويه الريديتر انت لين فكيت البلف. طبعا ما علينا، احنا بنمسح ذا كله بعد نهايه الفقره ان شاء الله. لا لا تكرم طال عمرك تكرم. فهذا زي ما قلت لكم، هذا مويه الريديتر طبيعي لين فكيت البلف، انت تحرر اللي داخل البلف فاوريدي بيطلع مويه الريديتر برا. فبرجيك بجيك يا معجب بجيك. ها اسلم. يبحث عن النقاط كل هذا الطالب الطب اعلى. طيب لا طالب الطب اعلى. شوف انا شوف قل له الله انه والطب واحد انتو انه والطب سبع سنين درسين. اي انه والطب واحد سبع سنين درسين انتو. لا لا انا اتحت منهم سنتين اللهم لك الحمد، خمس سنين. جعل عمرك طويل لف والله قلبك. لا لا فيكم الخير والبركه ان شاء الله. تستاهل الطيب. وش اللي وش اللي مسفر؟ وش اللي خذناه يا مسفر؟ ترى شوف يا مسفر، بخليك تفك يا مسفر ترى. اي ما في مشكله. ابى اخليك تفك وتفريني الفحمه. ترى عادي العفريته موجوده طال عمرك جوا. ما قلت فكيت موت حياتي، ما عندي مشكله. اجل شوف اجل بخليك تفك طال عمرك عشان تستفيد. انت ابعطيك نقاط بس بخليك تفك الكبر. انت ما عندك مشكله. تمام. فبعد الفرامل ايش تكلمنا فيه؟ تكلمنا عن السير. ها؟ عن السير. عن لا بعد الفرامل ايش تكلمنا فيه؟ تكلمنا عن الكمبيوتر. اي. وش الكمبيوتر؟ وش وظيفة الكمبيوتر؟ أعلمك فصلنا من الماكينة السلك وطلعناه في الجهاز. شبكنا الكمبيوتر. والكمبيوتر هذا وش يعني؟ وش هل هو من يعتبر من التشخيص الأعطال؟ هل هو يضمن مع التشخيص الأعطال؟ وش التشخيص؟ يعلمك وش التشخيص اللي في الموتر وش الخراب اللي فيه. ميكانيكيا ولا إيش؟ لا والله الكمبيوتر شي يطلع لي ميكانيكيا ولا شي يطلع لي؟ لا يطلع لك ميكانيك. الكهرباء يطلع لك الكهرباء. الكمبيوتر يطلع لك اي قطعه حساس في السياره يطلع لك اياها. تمام تمام. كم نعطيها يا الربع؟ 50. يستاهل يستاهل. عطني 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 شوف عطني معلومه في السياره مهمه جدا وخل الربع يستفيدون وبعطيك بدون ما تفك. تمام انتهى. يلا خذ السياره الحين منا بعدين ارجع لك. يعني خلاص اعطيتوه 50 الربع. يستاهل يستاهل مسفر بعد. شوف مشعل والله هو اخذ 100 من فقره بس. بيض الله وجهك بيض الله وجهك انت مشعل. عطنا وش اللي تكلمنا عنه في الكمبيوتر؟ وش سوينا يوم فحصنا الكمبيوتر؟ وش فكينا؟ وش شرحنا؟ فحص في الكمبيوتر طلع في خلل كهربائي. وين؟ في الكبوت. انا ذا الكبوت تحت الكبوت. هذا بدي طلع. هذا بدي طلع عمرك تفكه بس. اي بس ان المشكله فيه في الكويل. طيب او في الفيوز، واحد من الفيوزات. طيب وانا وش هو يكشف لك في شوف صلى على النبي. هو يكشف لك في الفيوزات اللي شغال منها الا الخطا. شوف انت ذكرت الفيوز وذكرت الكويل طال عمرك. تمام. لا الكويل زله بس ولا طلع صدق. هي زلة ولا صدق بصدق؟ لا صدق صدق. أمزح هي زلة ولا صدق؟ لا صدق صدق صدق. إيه. طيب يوم فحصنا الكمبيوتر وش طلع لي في الكمبيوتر؟ البوجي خربان. طيب لا مو بالبوجي خربان. أنا فاصل الكويل. لا فاصل الكويل. إيه. عشان أطلع المشكلة. أيوة أطلع الكود خطأ. إيه. صح؟ لأن في النظام في الكويل في إشكالية. أحد السلندر الطاف. أيوة عليك نور. كم نعطيه يا ربع؟ لا 50. 50 ها؟ كم خذينا دقيقه؟ كم خذينا الحين؟ 50. اي ترى جمعوا معي يا ربع ترى اني انا 150 باقي 50. 50 يلا كم اخذت انت يا حبيبي الحين؟ 250. شوف نشوف ما قصر في اللي قبل. عادي اعطي معلومه مهمه في اليوم. عط ما عندك مشكله. عطنا معلومه. عطنا معلومه. عطنا معلومه. طبعا اليوم زي ما تكلمنا قلنا عن نظام التبريد وبلف الحراره. عطني معلومه. بلف الحراره زي ما ان الماكينه المفروض انها ما ترتفع حرارتها مره، المفروض انها ما تبرد مره. حلوين. فانك اول ما تشغل الموتر احيانا يكون شاد العزم، هذا يكون مقفل بلف الحراره عشان توصل للحراره المعتدله.
وتحرك بعدها، فيفك ويقفل، يصير اللي يوزن لا يحتر مره ولا يبرد مره. حلوين. وفي خلال الفك والقفل هذه توصل حراره معينه، يبدا حساس الحراره يرسل الكمبيوتر السياره متى يعطيك اللي هو سرعه المراوح، ويفك ويفك بعدين الحراره عليك نور. والله معلومه مفيد. 100 كبير 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 كبير. حسبي الله عليك. انت الحين وش فهمت من بدت الفقره الميكانيكيه تمام الين اليوم؟ فهمت كل السير بالماكينه. ايه وش وظيفه السير ومتى العمر الافتراضي؟ وظيفه السير طول العمر انه هو حق الماكينه. ايه سير الماكينه. حلوين. انه هو سير الماكينه، هو قلنا انه سير الماكينه. ايه ايه بس وش وظيفه السير اركبه انا ليش؟ ايه والفحمات. حلو. لا خلنا نحن نجاوب على السير. انا بلشت دقيقه. لا تبلش طال عمرك، خليك عادي، خليك راحتك. عطنا السير بقى، السير وش وظيفته عشان برضه السير وظيفته هو اللي يحرك الماكينه. حلوين. يحرك ايش؟ انظمه ايش؟ المكرات و حلوين. وش المكرات اللي فيها؟ طيب مكره مكيف. السلام ورحمه الله. الله لا يهينك يرفع قدرك. الله لا يهينك يرفع قدرك. الله اثنين مزازين. طيب مكرات مكرات ها الفقره ده حد لك زي كذا. لا اله الا الله. والله حد لك. الله لا يهينكم. فمكرات يا الربع عشان اعطيكم ظهري وعشان نكون واضحين. فسمون تحرك مكره الماكينه والدينامو. طيب وش حلوين؟ الدينامو احد انظمه اللي في الماكينه. وش بعد؟ ومكيف. حلوين. الدينامو الكهرب. حلوين. وش بعد؟ ايش هي صار دعسه؟ دعسه ايش؟ دعسه الدينامو. السير الماكينه يحرك. لا 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 ها كل ما دعست كل ما تحرك السير اسرع. يا معجب لا تعلمه. يا معجب لا تعلمه. يا معجب والله ما قال لي كلمه. هو قال لك ايش قال لك؟ ايش قال لك؟ هذا نذل. كلمه ينحل. لا خبره السير كل ما دعست تحرك السير بسرعه. اوريدي بيتحرك. ايه على طول اوريدي لانه هو مربوط طال عمرك. انت وظيفه السير. وظيفه السير هي حلو. ايش بعد؟ عشان بس نستعجل عشان نخلص. بس هذا اللي يعني الفحمات. كم نعطيه الربع؟ كم نعطيه؟ 100 100 100 100 10 10 100 100 100 10 لا 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 10 لا 100 افتاح 100 100 خذ 50 خذ 50. تعال يا معجب. 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 يلا يا معجب. معجب هذا الحين في ملعب طال عمرك. قل لا اله الا الله. حق لا اله الا الله. حق هذول كلهم شريطيه. والله هذول شريطيه. انا حصلنا شريطيه طال عمرك. انا حما انا قلبنا شريطيه. انا نعطي نعطي ونقلل. علمك اكثر شيء استفدت منك صدق. وش هذه؟ يعني صدق الحلقة. انا خفت. انا قلت احنا ايش اسمه ذاك الجهاز اللي تقول الكمبيوتر؟ اي الصغير ذا. حلوين. حلو. وش وظيفتك؟ وش وظيفتك؟ انك تدخل التشبكه في الفيوز اللي انا يكون في الطبلون يعني يكون من تحت من 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 سيارة. حلوين. هذه حاجه واحده معلومه كويسه انه يكون يا فتحات يا يكون في الديكورات وتكون بعض اسلام اسلام طاح الشر. وبعض السيارات يكون برضو عشان نعطي معلومه برضو بعض السيارات يكون في الدرج. ايوه حق الراكب داخل هنا يكون جوا. فايش اسمه هذا يعلمك فرمت الكمبيوتر حق رجع عندك. فرمت ايش؟ اعطيك كل معلومات السياره. كل معلومات السياره اللي في السياره ميكانيكيه ولا ايش؟ لا حق الكهرباء كمبيوتر. حلوين. طيب وش تكلمنا فرضه في الكمبيوتر؟ خلنا اعلمك كل حاجه ثانيه استفدتها منك. السير انه له عمر افتراضي وانها كل 100,000 تغير تشيك من جديد. والفحمات تكلمنا برضه في الفحمات. لا فحمات كنت عند قهوه. اي ما افكر عبد الرحمن ما افكر عبد الرحمن قاعد تبدي. يا عبد الرحمن ليش ما فكيت بعجب عبد الرحمن؟ والله يا عبد الرحمن نظام الفرامل. والله اني قلتها بجي عنده قال لا. ابشر طال عمرك بدي بجي. هذا اسفته الحالي. الكويل هذا انا اعرفه من زمان يعني بس مضبوط. كم نعطي معجب يا الربع؟ 50 10. كم باقي معنا الحين؟ كم باقي معنا؟ همدتك ها؟ باقي 150. باقي 150. اضع 20 10 10 20 يا رجال. باقي 150 متاكد انت؟ يا رجل يا رجل انت خذيت من عبد الرحمن شيء. سالب صار عندي سالب 50 الحين. سالب 50 خذ 50 خذ 50 اجل. صار الحين من موجه موجه. طيب الحين وين الحين انت كنت هناك؟ انا ندور عندك الحين. يلا وش الحين تكلم؟ انا الحين كم باقي معنا الحين؟ ها؟ لا لا ما باقي كم بقى معنا؟ والله اني ما ادري. تعال دقيقه يلا البواجي يا طويل العمر. وظيفه البواجي اللي هو
تقلل اذا كان جديد تقلل صرفيه البنزين. حلوين. اذا كانت محترقه تزيد صرفيه البنزين. حلوين. وبس هذا اللي اعرفه. البواجي وما البواجي مفك هذيك المره اعرف افك اعرف اركبه. تبين افك هذا الحين؟ لا لا بس بس بيضروني استاذ. والله 20 20 20 20 ما في اسرع من معلومه. 50 لا 20 عندي انا. يلا 20 دقيقه. لا والله اني قبله. عطنا احب الدور بالدار منه. والله اني قبله. والله اني قبله. والله والله اني قبله. والله هذا معلوم. دب طيب دقيقه. اه وش تكلمت فيه قبل امس انا؟ انا ايه؟ انت ولا انا؟ ايه؟ انا ايش تكلمت فيه قبل امس؟ تكلمت فيه قبل امس عن البواجي وعن لا لا خلاص لا 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 دي دي دي. نبدا عند احمد. خلاص انا اعطيتك انا اعطيتك خلاص اعطيتك. وش تكلمت فيه امس قبل امس؟ انا ما تكلمت عن البواجي قبل امس. ترى انا شو اسمه شو اسمه ابو عبد الله كلنا وادم اللهم لك الحمد. الفحمات اكم علموني لازم انك تشيك عليها. معلومة. طيب مايكك مقفل افتح يا قلبي افتح. لا لا طيب اسمع اسمع انا بعلمك حاجة. لا 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 دقيقة دقيقة. لابد انك تغيرها. ايه كيلو و60 الف. والشيء الثاني الهوب الرياضي يخفف من استهلاك الفحمة نفسها. و افتح ماي افتح المايك يا لا دقيقة دقيقة مفتوح والله ما ادري مجاوب خلاص افتحته افتح المايك عشان المشاهدين وبرضه عشان مفتوح. عشان مفتوح مفتوح بس خلاص مفتوح الو ما هو مايك ترى اسلم اسلم عطنا عطنا يا اخي ممكن تسكت عطنا 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 وش اللي فهمته يا احمد الفحمات إيه؟ لابد انك تغيرها كل 60 دقيقه كم باقي معنا الحين راحت 20 الحين باقي 80 حلوين ها وزع علينا من 20 وبيض الله وجهك انا بجاوب حتى انا بدي طيب انا وانا هذا يلا الفحمات كل 60000 تتغير حلوين عندك الهوب الرياضي انه يحافظ على الفحمات اكثر من الهوب العادي وان المشكله طيب ليه الهوب الرياضي يحافظ على الفحمات اكثر من الهوب من الهوبات العادي لا يستهلك طيب خليها لك الهوب الرياضي وش وظيفه ليش ايوه ليه 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 ليش هوب رياضي طيب انا بجاوب انا بجاوب اعلمك قلت مين خلي مش كبيات خذ 20 خذ 20 طيب اسمع الهوب الرياضي اللي انفتحاتها اكبر في برد على الفرامل وال خذ 20 يلا استاذ انت ها طيب بجيك بجيك الحين كم باقي الحين كم راحت باقي 60 صح باقي 40 هذه 40 هذه الاداره ما هم قصرين صح لا اطلب 200 ما هم قصرين والله انكم كلكم ما شاء الله تبارك الله فاهمين عادي ف... ها لا لا ابدا بنجيكم نجيكم الجهاز الجهاز اذا شبكته طلع عندك الكلام الاحمر يعني في حساسات خربانه يا المكينة حلوين حلوين والله ما شاء الله تبارك الله صفقة صفقة يا الربع صفقة 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 كفو كفو والله والله يا الربع الشيء اللي قاله يعني صدق يعني وش الحرص هذا والله يعني تخيل خلى الدنيا كلها اطلب لي 100 اللون الاحمر اطلب لي 100 نقطة يا سلمى قال اي لمبه كذا كلام احمر يعني في مشكلة بس في الحساس اطلب لي 100 نقطة 100 نقطة اطلب لي اطلب لي أبا كنترول تقدر في إمكانية أن نأخذ نقاط زيادة نعطي المتسابقين ولا لا؟ شراكين إذا في إمكان إذا في إمكانية والله أبشر بساعدكم إذا في إمكانية والله أبشر بساعدكم. بقرأ متحمس. كان المشكلة كم نعطي؟ أنا ما عندي نقاط ما عندي نقاط عندي 10 بس. لين الحين 10 من 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 بدأت الفقرة على 10 10 10 ياخذ ال 40 يلا تمها 40 طالع سهل الطيب سهل الطيب ما عاد بقى شيء ما عاد بقى شيء راحت راحت بعطيه 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 عطنا معلومات بعطيه بعطيه ها بعطيه لا لا خلاص نبدا اذا انا الحين والله انا الحين على ما جاء والله ما يجيني اليوم والله ما يجيني شيء مره انت ايه انتم معكم نقاط صح طيب قل له الله قل له الله فكيت البلف ابو علي عطنا تعال اسلم عندك يا طويل العمر والسلامه زيت القير كل 100 كيلو لازم انك تشيك على زيت القير 100 ألف كيلو حلوين تنزل علبتين من الاوله وتزيد عليها علبتين جديده حلوين. وتخلي علبتين قديمه هذه اذا ايش اذا 100 ألف تعديتها اذا اذا تعديت ال 100 ألف ولا وضبت على زيت القير ولا وضبت على زيت القير يا سلام يا سلام والموثر انا اتمنى والموثر اتمنى من الكنترول يعطوني نقاط عشان اعطيكم والله والموثر والموثر دي تعبيها بنزين هي خضراء تعبيها حمراء يلعب في الموثر صح اسلمكم باذن الله ما نبناسيلكم طبعا هذا يا جماعه الخير بلف الحراره تعال يا حبيبنا تعال يا قلبي تعال اختبار بلف الحراره تحطه في مويه حاره احسنت تختبره احسنت اذا انفتح معك البلف
ارتفع على فوق البلف شغال، اذا ما تحرك البلف خربان. احسنت. انا قايل لك اني ميكانيكي بس ما صدق. احسنت 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 يا نادر، هذا وظيفه يا الربع. معك اليوم زي ما قال الكنترول طال عماركم ما في زياده. تمام ما في زياده نقاط بس باذن الله ان ابشروا بالعوض. ابشروا بالعوض ان وصلنا الحد الاعلى. ابشروا بالعوض، جعل عمرك طويل يا حبيبنا. طبعا زي ما قلنا لكم فكينا بلف الحراره، هذا هو بلف الحراره زي ما قال نادر، كيف انك تفحص بلف الحراره تحطه في مويه حاره ويفتح معك وتشوف وش وظيفه البلف. طبعا هذا العنصر الاساسي، هذا كثير منا يجهل وش وظيفه البلف الحراره هذا. هذا هذا زي ما قلت لكم، هذا هو الشيخ اللي يسمح بظهور المويه الحاره من الماكينه ويدخل المويه البارده. حلوين، هذا من الشخص اللطيف هذا، القطعه هذه. تمام، حطيت المويه حاره في سيفي. هذا زي اللي يفتح ويغلق، زي اللي يفتح ويقفل. اذا فتح مشكله. اي نفس كنا راكب في السياره في الحراره. طبعا هذا هو يربط لك اللي هو المراوح، متى تفتح المراوح، متى تعطيك. تفضل 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 يا ناد. كذا بخبرتي كميكانيكي يعني. كويس كويس كذا مره مسكر على الحين يعني، عرفت لحظته في الماء الحار يرتفع على فوق كذا يعني خربان كذا شغال مزبوط. ايوه بس اذا جلس كاتم ترى مو بهذا، هذا هو اللي ينزل. ايه اذا جلس كاتم ترى خربان. تدري ان سعره 70 ريال ويخبط بموتر، هذا قسما بالله يخبط مكاي موتر. يعني هو يوقف دقيقه، هو يوقف المويه سعره 70 90. هذا هذا طال عمرك، هذا هذا يقعد في 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 جسم المحرك. حلوين، طبعا من سياره لسياره تفرق وين موقعه. حلوين، هذا هذا تحت، هذا عند 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 الكمبرسر المكيف هنا تحت هذا. تمام اي هذا اي هذا طال عمرك في جرم الماكينه يشبك فيه اللي لا لا مو في الكارتير، فوق فوق في جرم الماكينه في السلندر نفسه في فوق عند 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 القاعده حقت البلف. هذا زي ما قلت لك، هذا لين جت المويه الحاره يفتح يتو تطلع المويه البارده من الريديتر تدخل للماكينه نظام التبريد، ويطلع المويه الحاره للريديتر عشان المراوح، ويكون الريديتر في الوجه يبرد يعود يرجع ثاني مره. يعني هو يضبط حراره الماكينه. ايوه، وهذا مربوط مع اللي هو يكون في جنبه اللي هو حساس الحراره. حساس الحراره هذا يعطيك قرايه متى الحراره المعينه في السياره، متى انا يا المراوح ابدا اشغل مراوح السياره، حراره طبيعيه اشغل مروحه خفيفه، حراره فوق النص ازود المروحه دوران المروحه، حراره عند الاتش اقوي اقوى المراوح، عرفت؟ عشان اقدر ابرد السياره. حلوين، برضو هذا اقدر اقيس درجه الحراره في الكمبيوتر اللي فحصناه معكم قبل امس، قبل الايام اللي راحت. حلوين، اقدر ادخل في الكمبيوتر، ادخل على الكولنت حق مويه الريديتر، اشوف لا اشوف نسبه حراره، اشوف نسبه الحراره. يعني مثلا الحين في الامبير يعطيك اللي هو نص ربع اتش. تمام، حقين الترهيم والتعديل شو يسوون؟ يحطون جيجيات ويزود مراوح. يزود مراوح. حلوين، ليش؟ لانه يحتاج تبريد اعلى. اي زي الامبيرات، الامبيرات بس يكون بالارقام. حلوين، اي يحط جيج يحطه فوق الديكور. ايوه عليك نور، يحطه بالارقام. يعني يقول لك والله الحين درجه الحراره 80 90 103 104. فهذا هذا هذا البلف، بعض منا بعض منا يروح يفك البلف. اوكي فكيت البلف انت. حلوين، طيب صارتك زحمه على الدائري، وش تسوي؟ اي خلاص تتعب الحراره على طول دايركت. ليش؟ لان الدائره كلها حار، ما عاد فيه اللي هو يفصل ويشبك ومتى المروحه تشتغل. ذا فهم هم بعضهم يفصلونه، بعض السيارات تقبل عادي طبيعي ولا زي العسل. يجيك الامبير الحراره طايح ولا تشتكي ولا ترتفع الحراره. احنا في الديره في ابها برد 24 ساعه في الصيف. يا افك عادي، يا رب يا رب الله يرزقنا براد الجنه يا رب. عادي افكه ما عندي مشكله. إيه لا سيارتي والله ما الافضل انك ما تفكه. هو شوف ما نصنع ما نصنعت القطعه هذه عشان افكها انا، الا لها فائده الا لها فائده أحياناً هي تلعب في الماكينه. شوف صل على النبي. فعشان عشان نختم الموضوع كامل، فبلف الحراره مهم جدا يا مشاهدين ومتسابقين، فقطعه هذه مهمه جدا. فزي ما قلنا لكم اليوم وش اسباب القطعه هذه، وش وظيفتها وش ما وظيفتها. فأحد عنده سؤال؟ انا عندي سؤال. بيض الله وجهك. لازم انت طبعا عشان نقفل. وشكرا يا مشاهدينا الكرام، ونشوفكم ان شاء الله في الايام الجايه، ونروح ان شاء الله لصلاه العشاء. بيض الله وجهك. وجهك وجهك يا حبيبي. تفضل. تتغير
هذه هي تتغير هذه كل فترة وفترة تتغير. الله